أهلا وسهلا فيكم، أنا الأستاذ وسام زعبي، راح أمرر لكم اليوم إن شاء الله درس بعنوان طرق التعامل مع التصدعات في المجتمع الإسرائيلي، ومن ضمنها طبعا التصدع القومي. من خلال هذا الدرس رايحين نتطرق للتنوع الحاصل أو الموجود في المجتمع الإسرائيلي وتركيبته من مجموعات أو فئات مختلفة، كل فئة في إلها صفاتها، في إلها مميزاتها، في إلها تطلعاتها، توجهاتها أو رغباتها. راح نفهم معنى التصدع، شو بنعني بالتصدع، وين موجود، كيف موجود، شو هي أسبابه. التصدعات الأساسية طبعا في المجتمع الإسرائيلي، الخمس تصدعات الأساسية، وطبعا بالنهاية نتطرق بشكل موسع لطرق التعامل مع التصدعات في المجتمع الإسرائيلي، كيف الدولة بتحاول أن تواجه هاي التصدعات اللي بتشوف فيها خطر على أمن أو استقرار المجتمع. كنا في درس سابق حول التصدعات والتصدع القومي، شرحنا وحكينا على أنه المجتمع الإسرائيلي هو مجتمع متنوع، مجتمع متعدد، فيه مجموعات مختلفة غير متجانسة، فيه طوائف مختلفة، فيه مجموعات ذات ثقافات وعادات مختلفة من حيث انتمائها القومي، الديني، الطائفي، الطبقي والسياسي. المجتمع الإسرائيلي هو مجتمع اللي فيه أكثرية يهودية وفيه طبعا أقليات أخرى. هذا التنوع داخل المجتمع الإسرائيلي وهي الاختلافات بين الفئات المختلفة داخل المجتمع الإسرائيلي بنتج عنها بالنهاية توترات أو خلافات داخل المجتمع بين هاي المجموعات. ما هو التصدع؟ يعبر التصدع عن التوتر والتناقض والانقسام والخلافات بين المجموعات المختلفة ومكونات المجتمع الإسرائيلي، زي ما حكينا عن التصدع القومي بين الأكثرية اليهودية والأقلية العربية والخلاف اللي فيه له أسبابه وعوامله. نفس الإشي الخلاف بين أو التصدع الديني بين يهود المدينين والعلمانيين. فالتصدع هو عبارة عن التوتر والانقسام والخلافات بين هاي المجموعات اللي في طبعا لها أسباب اجتماعية، أسباب سياسية، أحيانا أسباب ثقافية، أسباب دينية. التصدع طبعا يعبر عن الحواجز الاجتماعية وعدم صعوبة التقارب بين هاي المجموعات لوجود الحواجز الاجتماعية هاي. طبعا التصدع بالنهاية هو خطر على المجتمع، على استقرار المجتمع، اللي بمس في تكتل ووحدة المجتمع. علشان هيك الدولة بتحاول إنها تحد أو تخفف قدر الإمكان من التصدعات في المجتمع الإسرائيلي، لأنها بتشوف فيه إنه هو تهديد لاستقرار المجتمع وللسلم داخل المجتمع، وعشان هيك بتحاول تخفف منه زي ما حكينا قدر الإمكان. حكينا عن خمس تصدعات أساسية في المجتمع الإسرائيلي نتيجة وجود الفئات أو المجموعات غير المتجانسة أو المختلفة. إحنا بنحكي طبعاً عن التصدع القومي بين الأكثرية اليهودية والأقلية العربية، واللي فيه له أسباب وعوامل عديدة نشأت مع قيام الدولة أو قبل قيام الدولة وبعدها مستمر لحديث اليوم، اللي إحنا عايشين هاي الأجواء ومنعرفها بشكل جيد. تصدع الطائفي بين اليهود الأشكناز اللي أصولهم أوروبية وبين اليهود الشرقيين اللي أصولهم شرقية عادة من الدول العربية، والتصدع هناك حول طبعا المساواة وحول تقلد المناصب وحول سياسات التمييز المرفوض اللي بتتبعها الدولة تجاه اليهود الشرقيين. يعني اليهود الشرقيين في عندهم شعور في أنه الدولة تتبع معهم سياسة التمييز المرفوض، وأنه الدولة ما معطيتهم حقهم مثل ما معطيه اليهود الأشكناز. تصدع الديني طبعا بين اليهود المدينين والعلمانيين حول الطابع المرغوب والمنشود للدولة. اليهود المتدينين بيطالبوا بدولة يهودية، دولة شريعة، دولة أحكام الدين اليهودي اللي بموجب الدين اليهودي، بينما اليهود العلمانيين بيطالبوا بفصل الدين، بفصل الدين عن الدولة وقيام دولة علمانية ودولة ديمقراطية. فهناك توترات بين الطرفين حول يوم السبت، حول المواصلات العامة، الخدمة العسكرية وأمور
أخرى، تصدع الطبق الاجتماعي بين الأغنياء والفقراء والفجوة الكبيرة الموجودة هون طبعا، والتصدع الأيديولوجي أخيرا، تصدع الأيديولوجي السياسي بين اليمين واليسار اللي بتميز بالنسبة للأفكار السياسية، للحلول، للقضية الفلسطينية، لقضية السلام، لقضية اللاجئين، لكل القضايا العالقة. اليمين طبعا في عنده أفكاره، في عنده اتجاهاته، والأحزاب اليسارية في عندها أفكارها واتجاهاتها. إذن حكينا أنه التصدع هو عبارة عن خلاف بين المجموعات أو مكونات المجتمع الإسرائيلي اللي الدولة بتشوف فيه خطر على استقرار السلطة، فهي بتحاول قدر الإمكان أنها تخفف من حدة التصدعات، وبتحاول من خلال طرق أو أجهزة اللي أوجدتها الدولة أنها تخفف من حدة هاي التصدعات أو أنه تمنعها. طرق التعامل مع التصدع القومي في المجتمع الإسرائيلي، طريقة اللي تتبعها دولة إسرائيل للتخفيف من التصدعات خاصة التصدع القومي مع الأقاليم العربية هي سياسة التفضيل المصحح. سياسة التفضيل المصحح هي سياسة منح أفضلية وامتيازات لمجموعة أو لفئة سكانية مظلومة وضعيفة ولفترة زمنية محددة تم التمييز ضدها وإهمالها في الماضي من قبل الدولة، فيتم تفضيلها والاهتمام بها، وذلك من أجل تقليص الفجوة وتقليص عدم المساواة وتصحيح وضعها. طبعا هناك نقاش جماهيري حول نطاق الاستعمال المناسب لهذه السياسة. سياسة التفضيل المصحح هي سياسة اللي عادة تتبعها الدولة تجاه مجموعات اللي أهملت في الماضي من قبل الدولة. نتيجة هذا الإهمال اللي هو صادر عن الدولة والحكومة والوزارات، تأخرت هاي المجموعة عن باقي المجموعات وصار في عنا فجوة كبيرة بين المجموعات. فالدولة بتنتبه لهاي الفجوة وبتيجي بدها تعوض هاي المجموعات المهملة بالسابق وتصلح وضعها. كيف؟ من خلال سياسة دعم إيجابي لفترة زمنية محددة اللي فيها بتدعم فيها هاي المجموعة أكثر من باقي المجموعات من أجل إغلاق الفجوات. فلما الأقليات أو المجموعات المهملة أو المظلومة المضطهدة تحس في أنه هي تأخرت عن باقي المجموعات، هي عادة تطالب بتعويضها، فتتبع الدولة أو الحكومات سياسة تفضيل المصحح من أجل تصحيح وضعها. هذا الأمر قد يخفف من حدة التصدع بين الأطراف في حال أنه حصلت هاي المجموعة أو هاي الأقلية على حقوقها من خلال هاي السياسات. طبعا في هناك نقاش حول نطاق الاستعمال المناسب لهذه السياسة. هناك من يؤيد هذه السياسة على أنها سياسة دعم إيجابي اللي فعلا بتساعد وتغلق الفجوات، وهناك الطرف الآخر الذي يعارض هذه السياسات أو سياسة التفضيل المصحح لأنه بيشوف فيها أنه هي سياسة غير عادلة، غير منصفة، وأنه هي تؤدي إلى أنه المجموعات المهملة تركن بالنهاية على الحكومة من أجل تصحيح أوضاعها، وأنه هي ما يكون في عندها مبادرة ذاتية لتصحيح أوضاعها. مثال لسياسة تفضيل المصحح، خطة حكومية على سبيل المثال، خطة حكومية خماسية لدعم التعليم العربي، سياسة دعم إيجابي للتعليم العربي، زيادة الموارد، زيادة الميزانيات، زيادة المخصصات من أجل دعم التعليم العربي، طبعا بتكون لفترة زمنية محددة، خطة خماسية لخمس سنوات على سبيل المثال لإغلاق الفجوات بين التعليم العربي والتعليم العام في دولة إسرائيل. طبعا أبناء الأقلية العربية عادة يطالبون بتطبيق هذه السياسة تجاههم في نواحي حياتية مختلفة، وذلك للعمل على سد الفجوات الكبيرة القائمة بينهم وبين المجتمع اليهودي في البلاد وفي كل المجالات، مش بس في مجال التعليم، في مجال التعليم، في مجال العمل، في مجال السلطات المحلية، في مجال الأراضي، في عدة مجالات. طبعا يطالبون باتباع هذه السياسة من أجل تقليص الفجوات. طريقة أخرى لمواجهة التصدعات في دولة إسرائيل بشكل عام والتصدع القومي بشكل خاص هي تربية جميع الأوساط، جميع المجموعات، جميع الفئات على التسامح وقبول الآخر في دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية.
التجديد على حقوق الفرد ومنحه الحقوق الثقافية المختلفة، مشاريع لتعزيز الحياة المشتركة، لقاءات طلابية وشبابية، منظمات وحركات مشتركة، أحزاب يهودية عربية طبعاً ممكن تكون كمان مشتركة. إذن من خلال هاي الفعاليات أو من خلال هاي الطرق ممكن إنه الدولة تصل نتيجة للتخفيف من حد التصدعات، التربية على التسامح، تقبل الآخر، تقبل المختلف، قبول التعددية، الاعتراف باختلاف الآخر عني، التمكين من التعبير عن آرائه، عن حاجاته، عن رغباته، عن مصالحه، منح الدولة لحقوق الفرد، منح الحقوق الثقافية المختلفة، حقوق الأقلية طبعا ممكن أن يخفف من هاي التصدعات، القيام بمشاريع لتعزيز الحياة المشتركة مثل لقاءات طلابية وشبابية أو لقاءات مختلفة بين الأطراف، طبعا وجود منظمات وحركات مشتركة، منظمات يهودية عربية، أحزاب يهودية عربية، نعرف لقاءات عربية يهودية ممكن يكون في لها دور إيجابي، ووجود طبعا أحزاب يهودية وعربية. في عنا فيديوهات اثنين، واحد الأول بيحكي عن كيف نجحت ألمانيا في أنها تحقق التعايش المشترك داخلها بالرغم من وجود فئات مختلفة وتعددية داخل مجتمعها. الفيديو الثاني بيحكي عن التعايش بين العرب واليهود في دولة إسرائيل بشكل عام، وفي بتطرق لمشروع معين في باقة الغربية. أهلا بكم في بلدنا، تأتون من مكان بعيد ومن ثقافة أخرى، أنتم الآن في أمان وترغبون في معرفة كيف يتحقق التعايش المشترك هنا. هذا ليس بالأمر السهل، ولكننا سننجح في ذلك معا. من الجيد التعرف على قواعد العيش المشترك واحترامها، ربما يساعد هذا الفيلم في ذلك. يعيش في ألمانيا أكثر من 8 ملايين شخص من غير الألمان من جنسيات أخرى. يوجد في ألمانيا تمثيل لأكثر من 190 جنسية، وفيها مواطنون ومواطنات من أصول مختلفة. إن المجتمع في ألمانيا والذي أصبحتم جزءا منه هو مجتمع متنوع، ما يجعل الحياة المشتركة مثيرة للاهتمام ولكن أيضا صعبة أحيانا. احترام كل إنسان آخر هو شرط مهم من أجل العيش المشترك بسلام وتناغم. بإمكان جميع الناس العيش هنا معا في سلام، لا يتوجب عليهم الخوف من الحرب والعنف والاضطهاد، حيث تقبل وتحترم آراؤهم وأنماط حياتهم. من يحاول فرض رأيه عن طريق العنف تتم معاقبته. الاحترام أمر جميل، يمكنني أن أطالب باحترامي من قبل الناس هكذا كما أنا، ولكن من أجل هذا علي أيضا أن أحترم الآخرين كما هم. علي تقبل الآراء الأخرى طالما أنها منضبطة في إطار القانون. هذه خطوة هامة في اتجاه أن يكون الإنسان جزءا من المجتمع. من يرغب في أن يحترم عليه الالتزام بالقواعد السارية في البلد، ومن يتجاوز القواعد ويؤذي الآخرين يفقد احترام الآخرين له. من المهم احترام حق كل إنسان في أن يقرر بأي إله يؤمن أو ألا يؤمن بأي إله على الإطلاق، ولكن لا يسمح للدين بأن يكون وسيلة لحد حرية الآخرين وإخضاعهم لتصورات معينة. يجب أيضا احترام أن يكون حل الخلافات دائما سلميا وبدون عنف بالمطلق. لكل شخص الحق في التظاهر والاعتراض، ولكن ليس لأحد الحق بفرض رأيه بالعنف. ومن غير المسموح أيضا إهانة الآخرين لفظيا. في ألمانيا تتم معاقبة العنصريين عندما يهينون أو يهددون أناسا لهم لون مختلف أو قومية مختلفة، بل ومن الممكن أن يدخل السجن بسبب ذلك. تتدخل الدولة عندما يمارس أحدهم العنف على شخص آخر بدلا من أن يحترمه، وسيكون من الأفضل بالطبع ألا تضطر الشرطة إلى القيام بذلك. تناقش مسألة اندماج اللاجئين في ألمانيا حاليا على نطاق واسع. نعلم أن النجاح في ذلك ليس سهلا، ولكن عندما تنجح جهودنا في هذا المجال سنبين للجميع أن التسامح والاحترام أساس التفاهم بين الشعوب المختلفة. إن كنتم مقتنعين بذلك فاسعوا منذ الآن لنجاح جهودنا جميعا في هذا. مثل ما شفنا بالفيديو، ألمانيا نجحت في إنها
توجد حياة مشتركة، نوع من الحياة المشتركة داخلها، بالرغم من التعددية أو تعدد المجموعات والتنوع الموجود في المجتمع الألماني، من خلال طبعا التربية على التسامح، من خلال الاحترام، فرض الاحترام على احترام الآخر، احترام ثقافة الآخر، احترام توجهات الآخر، رغبات الآخر، وأيضا من خلال طبعا نبذ العنف وعدم الاعتماد على العنف لحل الخلافات، إنما الاعتماد على التسامح وتقبل الآخر والتعددية، وبالاعتماد على الاحترام المتبادل وحل الخلافات بالطرق السلمية. بنشوف الفيديو الثاني حول التعايش بين العرب واليهود في المجتمع ككل وفي باقة الغربية. نبقى هنا كي يزول الألم. من منا لم يحلم بالتعايش بين العرب واليهود في البلاد؟ هذا ما حصل في مدينة باقة الغربية الواقع في شمال المثلث، تعايش يربط بين طلاب مدارس عرب ويهود. موطني ذا الفداء، موطني. النشاط تاع اليوم هو عمليا هو واحد من سلسلة من النشاطات اللي بنكون فيها على مدار 3 سنوات كاملة. احنا خلال كل مدرسة توأم مع مدرسة الرئالة في حيفا، بنكون في نشاطات سنوية معدلها 3 نشاطات سنويا. يزمنو خسام شو منايل بيت السفر بباكا، ואני כשהיינו ביחד בקורס של מנהלים שהנושא שלו היה דו קיום. ואז החלטנו שאנחנו רוצים לעשות משהו ביחד. الهدف منها طبعا هو التعرف على الاخر، فهم حضاره الاخر، وزياده وعي وثقافه عند الطرفين، يعني عند طلابنا وعند طلابهم. הנושא של השריפה שהייתה בכרמל הביא אותנו להחלטה שהנושא שלנו יהיה הנושא הירוק, שאנחנו עוסקים בדברים שקשורים לטבע. ומאז אנחנו נפגשים לפחות 3-4 פעמים בשנה. في مدرسة الغزالي الابتدائية في مدينة باقة استقبلوا طلاب يهود من مدرسة الرئالي في حيفا. الهدف من الزيارة هو تقوية التعايش والترابط المشترك بين العرب واليهود، فقد اجتمع الطلاب في مزرعة في المدينة وقاموا بعدة فعاليات مشتركة كقطف الزيتون وتبادل الثقافات. אנחנו מכירים עכשיו חברים חדשים, וגם אנחנו נמצאים עם חברים שלנו. כל עוד להכיר תרבויות חדשות זה מעניין. احنا كل سنه بنلتقي مجلس الطلاب مع مجلس طلابهم. الاولاد اللي كانوا ثالث طلعوا رابع هم انضموا لنا، واللي كانوا سادس طلعوا، فهم طلاب جداد. في عنا طلاب جداد اللي هم طلاب الروابع. كان انفعال كبير، الطلاب كثير حابين يشاركوا. وكل 2 صحاب يعني مثلا يهود وعرب بكون يمشوا لحال. بعدها بالفعاليات لما صرنا نشارك بعض، يعني صرنا شوي شوي نتعرف على بعض وصرنا هيك اصحاب. شوي في اللغه هي بتكون حاجز بينهم، لانه هم مش كلهم بيعرفوا عربي، طلابنا مش كلهم بيعرفوا عبراني منيح لاجراء محادثه، بس احنا المعلمات بنساعد في الترجمه. زي لما شرسين كل يوم شالخيم بنفجشين مع ناس ام يالادين شبه لا يهودين، زي جاما ماش زي جام مغبش ام زي جاما ماش كيف هو אנחנו מקודם גם כתפנו זיתים, שזה בעיר לא יוצא כמעט לאף אחד. احنا زيهم انسانيين وبنفس الوقت انا تعلمت اللغه العبريه، وهم لما يعني صرنا ندمج معاهم قالونا انه تعلموا لغه عربيه بصف الثالث. بلا شك ان تواجد الطلاب بهذا الجيل ومن ثقافات ومجتمعات مختلفه هو امر يدعم التعايش في البلاد، ولكن اللغه تبقى هي الحاجز الفاصل بين الطلاب. في المدرسة نتعلم اللغة العبرية عشان نقدر نتواصل معهم ونفهم بعض، فهسا إحنا هيك نتواصل مع بعض، وأنا برضو يعني بعرف كثير مليح في العبراني، وإذا بدهم إشي بساعدهم وبترجم لهم كل شيء. لو بشوت אבל יש גם רמות שונות. יש כן ילדים בקרב הערבים שדוברים יותר עברית، ואנחנו הרבה נעזרים גם בתרגום، אין ברירה. ככל שהם יותר גדולים העברית שלהם יותר טובה. هناك من يوعز هذه الاجواء الى سذاجه الاولاد، وعندما يبلغون وينخرطوا بعضهم بالجيش تنعكس الروايه. وطبعا حبذا لو بقيت السذاجه والامل العنصران الاساسيان في تعاملنا مع بعضنا البعض. شفنا هون مثال لمشروع، واحد من المشاريع الكثير اللي بتحاول اليوم دولة إسرائيل
انها تفعلها من اجل التقريب بين المجتمعات بين الاطراف، بحيث انه كل واحد يتعرف على ثقافة الاخر، كل طرف يتعرف على ثقافة الطرف الاخر، محاولة اللقاء لكسر الحواجز، كسر الجمود بين الاطراف. كثير في مدارسنا اليوم بنشوف من المشاريع هاي والنوعية من هاي المشاريع اللقاءات المشتركة بين العرب واليهود بما يسمى لقاءات الحياة المشتركة أو العيش المشترك. نخرج لفاصل قصير وبنرجع بنكمل.
اهلا وسهلا فيكم من جديد. بنكمل في التعرف على الطرق اللي من خلالها تحاول دولة إسرائيل التخفيف أو التعامل مع التصدعات والتخفيف منها ومن حدتها وتقريب مكونات المجتمع الإسرائيلي. تحدثنا عن سياسة التبضيل المصحح، تحدثنا عن التربية على التسامح والاحترام المتبادل، منح الحقوق، مشاريع الحياة المشتركة المختلفة، اللقاءات الطلابية، منظمات وحركات مشتركة. طبعا طريقة أخرى مهمة جدا اللي هي اتباع طريقة الانتخابات النسبية التي تتيح تمثيل مجموعات مختلفة في الكنيست. لا شك أنه تمثيل المجموعات خاصة الأقليات والمجموعات الصغيرة في الكنيست ممكن أنه يخفف من حدة التصدع ويجعل هذه المجموعة يعطيها المنبر أو الإمكانية للمطالبة بحقوقها وللدفاع عن حقوقها، إن كان من داخل البرلمان أو إن كان من داخل الحكومة أو المؤسسات الأخرى. يكون توزيع المقاعد في البرلمان نسبياً لعدد الأصوات التي حازت عليها كل قائمة مرشحين أو كل حزب. حساب المقاعد يكون نسبة لعدد المصوتين في الانتخابات أو من مجموع كل الأصوات الصالحة بشرط أن تجتاز القائمة نسبة الحسم. طبعاً طريقة الانتخابات المتبعة في إسرائيل هي طريقة الانتخابات النسبية. واحد من إيجابيات هاي الطريقة إنه هاي الطريقة تمكن الأقليات أو المجموعات الصغيرة من إنه يكون في عندها تمثيل داخل الكنيست، خاصة إنه نسبة الحسم هي نسبة منخفضة اللي تشجع على ظهور أحزاب جديدة وحركات جديدة وتشجع على إنه المجموعات هاي تدخل في السياسة، لأنه بتشوف إنه سهل إنها تعبر نسبة الحسم، مع انه رفعوها في مؤخرا من 2.5% الى 3.25%، والشيء صار طبعا يصعب اكثر على هاي المجموعات. فطريقه الانتخابات النسبيه اللي معناها انه عدد المقاعد اللي بحصل عليه الحزب داخل البرلمان يتناسب مع عدد الأصوات اللي بحصل عليه من قبل الشعب، فكل ما حصل على عدد أصوات أكثر بحصل هيك على عدد مقاعد أكثر، وبكون في تمثيل للحزب داخل الكنيست بشكل أكبر، طبعا بشرط إنه الحزب يعبر نسبة الحسم اللي هي اليوم 3.25%، أي ما يقارب 4 مقاعد. في السابق كانت 2.25، يعني الإشي كان أسهل من أجل دخول الكنيست. طبعا هاي الطريقة تعطي تمثيل لغالبية القوى السائدة في المجتمع والأقليات. اليوم على سبيل المثال تقريبا كل المجموعات داخل المجتمع الإسرائيلي ممثلة في أعضاء كنيست، إن كان العرب إن كان الدروز، فإن أعضاء كنيست دروز من قبل أو ممثلين لأحزاب يهودية. هاي الطريقة تشجع على تشكيل أحزاب وظهور حركات سياسية جديدة. في طريقة الانتخابات النسبية تحدد نسبة مئوية معينة من مجموعة الأصوات الناخبين، بحيث تختلف هذه النسبة من دولة إلى أخرى، وهي النسبة التي يجب على الحزب الحصول عليها ليتمكن من الحصول على تمثيل في البرلمان، وذلك من أجل تحديد عدد الأحزاب الممثلة فيه. حكينا عن نسبة الحسم اللي هي ما يعادل اليوم 3.25%. جانب آخر مهم جدا في التعامل مع التصدعات في المجتمع الإسرائيلي وخاصة التصدع القومي هو تقليص الفجوات في مختلف المجالات في الدولة، تقليص الفجوات واتباع سياسات سد الفجوات وإعطاء الحقوق، سياسات الدعم الإيجابي وتقليص الفجوات في مختلف المجالات مثل الحكم المحلي، في مجال التعليم، في مجال العمل، في مجال الأرض والمسكن، وفي مجال الرفاه. طبعا في مجال التعليم واضح جدا انه الموارد المخصصة للتعليم اليهودي هي اكبر بكثير من الموارد او الميزانيات المخصصة للتعليم في الوسط او المجتمع العربي لجهاز التعليم العربي. فالمطالبة هون من اجل التخفيف من حدة التصدعات وإيجاد الشعور لدى العرب في انهم متساويين في هذا المجال بالتحديد، المطالبة هنا طبعا بزيادة الموارد والميزانيات وملائمتها للوضع القائم
الميزانيات، زيادة الميزانيات لجهاز التعليم العربي، بناء غرف تعليمية، تخصيص الموارد، تخصيص ساعات تعليمية، طبعا كفيل في انه يقلص الفجوة بشكل كبير، ايجاد برامج تمكين التعليم الاكاديمي لتشجيع الطلاب العرب على اكمال تعليمهم الاكاديمي والتوجه الى الجامعات طبعا بعد انهاء المرحلة الثانوية، وايضا التوجه الى اللقب الثاني واللقب الثالث من خلال طبعا ميزانيات، من خلال برامج التمكين، من خلال اتباع سياسة التفضيل المصاحي اللي حكينا عنها، من خلال منح طبعا المنح الدراسية والمعونات أو المساعدات المالية للطلاب اللي بحاجة، وأيضا طبعا تعزيز أو تشكيل برامج لمنهجية والتربية للحياة المشتركة. في مجال العمل طبعا هناك مطالب في تقليص الفجوات من أجل القدرة على التعامل مع التصدعات والتخفيف من الشعور بعدم المساواة. في عندنا طبعا قانون مساواة فرص العمل بحيث أنه يتاح العمل أو فرص العمل للجميع بشكل متساوي، وعدم إغلاق أماكن عمل أمام فئات معينة أو مجموعات معينة لأسباب مختلفة، تخصيص موارد وميزانيات لبرامج التأهيل والتشغيل، تأهيل العاملين، تأهيل تشغيل العاملين العاطلين عن العمل، تخصيص موارد وميزانيات لهكذا برامج من أجل زيادة فرص العمل في الدولة، إنشاء طبعا مناطق صناعية مشتركة أو مناطق صناعية في البلدات العربية. المناطق الصناعية اليوم تختصر فقط بشكل كبير على البلدات اليهودية، فممكن أنه يطور من مستوى البلدة من الدخل على السلطات المحلية، وأيضا إيجاد فرص عمل، إتاحة وصول المواصلات العامة لكل أنحاء البلدات العربية بشكل كبير طبعا من أجل التنقل ومن أجل الوصول إلى أماكن العمل، وزيادة التمثيل في مؤسسات الدولة والشركات الحكومية. طبعا كل هاي المبادرات أو كل هاي الخطوات كفيلة في إنها تخفف من حدة التصدعات في المجتمع الإسرائيلي، زي ما حكيت إيجاد الشعور لدى هاي المجموعات اللي هي شاعر بالظلم إنه في اهتمام فيها أكثر، وفي محاولة لإغلاق الفجوات. في مجال الرفاه طبعا مطلوب كمان خطوات جدا مهمة من قبل السلطة، تخصيص الموارد والميزانيات الكافية من أجل الحد من الفقر، من أجل محاربة الفقر، زيادة عدد العاملين الاجتماعيين اللي هم مسؤولين عن تقديم الخدمات الاجتماعية ومعالجة المشاكل، وزيادة الدعم طبعا للعائلات المحتاجة أو الشرائح المحتاجة، تطوير البلدات النامية طبعا، ومحاربة الفقر من خلال تخصيص الموارد، تخصيص الميزانيات، إيجاد العمل وكل هاي الأمور. الحكم المحلي طبعا برضو جانب مهم جدا في المجتمع، هو السلطات المحلية بالذات السلطات المحلية العربية اللي تعاني من شح الموارد وتعاني من تقديم الخدمات والاهتمام الكافي فيها. فالحكومة والسلطة هنا مطالبة بتخصيص الموارد والميزانيات الكافية من أجل نجاح السلطات المحلية بتقديم الخدمات اللائقة لمواطنيها أو لسكانها. حكينا عن أهمية المناطق الصناعية اللي تعتبر مصدر دخل مهم جدا للسلطات المحلية، طبعا دعم البنية الاقتصادية والبنية التحتية، تطوير البلدات، تطوير الشوارع، تطوير متنزهات عامة وكل ما يتعلق بهذا الأمر، اعتراف بالبلدات غير المعترف بها وتقديم الخدمات الكافية لها، مطلب مهم ومطلب أساسي الاعتراف بالبلدات العربية غير المعترف بها والمباشرة بتقديم الخدمات الكافية لها مثل الكهرباء والماء وخدمات أخرى تحصل عليها كل بلدة أخرى، توطيد العلاقة بين الحكم المركزي والحكم المحلي بحيث أنه يكون في تواصل
بين الحكم المركزي الحكومي وبين الحكم المحلي من أجل تبادل المعاناة ومن أجل طبعا نجاح السلطات المحلية بتقديم الخدمات من خلال الحكم المركزي، وأيضا تحسين أداء السلطات المحلية وتعزيز الرقابة ومحاربة الفساد، مطلب مهم جدا هو إنه الحكم المركزي يهتم أكثر في الحكم المحلي في السلطات المحلية، يشدد الرقابة عليها، يحارب الفساد، اختلاس الأموال، التعيينات، هدر المال العام، التأكد من تقديم الخدمات للمواطنين، أمر جدا مهم اللي ممكن يزيد الشعور بالرضا لدى المواطن. قضية الأراضي والمسكن طبعا هي قضية جوهرية وقضية مهمة جدا وبتحصل على الأولوية، بالذات المجتمع العربي بيعاني منها بشكل كبير، تخصيص الأراضي لبناء المساكن الشعبية والتوقف عن مصادرة الأراضي، إنما تخصيص الأراضي من أجل بناء المساكن الشعبية وبيعها للمواطنين بأسعار في متناول اليد، منع مصادرة الأراضي طبعا، توسعة الخرائط الهيكلية بحيث إنه يكون في إمكانية لجيل الشباب إنهم يشتروا قطع أرض يبنوا عليها بيوتهم وما يلجأوا إنه يغادروا بلداتهم لبلدات أخرى من أجل البحث عن مسكن، منح تراخيص البناء طبعا وتقديم القروض والإسكان، قروض الإسكان والدعم المالي بشروط مريحة وملائمة، مساعدة جيل الشباب على بناء بيوتهم، وإلغاء قانون لجان القبول وقوانين أخرى بحيث أن كل إنسان يستطيع أن يسكن في أي مكان بده إياه، في البلدات اليهودية، في البلدات العربية، في أي مكان بدون أي عوائق. خطوات طبعا مثل هاي أكيد راح تحد من حدة التصدع، أكيد راح تولد أو تنمي الشعور بالانتماء لهذا المجتمع عند الجميع. بنحكي كمان طبعا عن أجهزة ووسائل مؤسساتية اللي برضو كفيلة في التقارب وفي تنمية التسامح، اللي هي الإعفاء من الخدمة العسكرية وعرض الخدمة المدنية كبديل، إعفاء المواطنين العرب من الخدمة العسكرية وعرض الخدمة المدنية كبديل، وإن كان حول الخدمة المدنية كمان في عنا طبعا نقاش حاد ونقاش كبير بين القبول وبين الرفض لأسباب عديدة. قضية اتباع طبعا طريق الانتخابات النسبية التي تحدثنا عنها التي تتيح تمثيل مجموعات مختلفة في الكنيسة، المشاركة وفتح الباب للمشاركة في الحكومات الائتلافية للجميع، ممكن كمان عن طريق ترتيبات واتفاقيات مثل على سبيل المثال اتفاقية الوضع القائم اللي أجت علشان تخفف من حدة التصدع الديني بين اليهود المدينين واليهود العلمانيين، علشان تمنع الانقسام بين أبناء الشعب اليهودي. هذا الاتفاق أجى علشان يرتب كل ما يتعلق بعلاقة الدين في الدولة وفصل الدين عن الدولة، وطبعا كمان استقلالية جهاز التعليم واستقلالية ثقافية ودينية وإعادة الاعتراف باللغة العربية كلغة رسمية. أحد المطالب المهمة للأقلية العربية في إسرائيل هي الاعتراف باستقلالية جهاز التعليم العربي بحيث إنه الأقلية العربية هي من تقرر المناهج التعليمية لهم، يطالبون أيضا باستقلالية ثقافية، نوع من الاستقلالية الدينية، وطبعا أمر جدا مهم هو الاعتراف باللغة العربية كلغة رسمية، الأمر اللي قانون القومية ألغى مكانتها الرسمية باللحظة اللي تم سن هذا القانون. ممكن نلخص ونحكي هيك: المجتمع الإسرائيلي مجتمع متعدد التصدعات، تسوده التوترات والانقسامات حول الطابع المنشود للدولة ونمط الحياة بها. هذه التوترات تشكل تهديداً على استقرار المجتمع وتضعف قيم التسامح والإجماع والتعددية. لذلك تحاول الدولة من خلال أجهزة وطرق ووسائل مختلفة التعامل مع هذه التصدعات والحد منها والانتقال من مرحلة الانقسام إلى مرحلة الخلافات الشرعية
والتوافق حول الحوار والتفاهمات التي تمكن سبل الحياة المشتركة رغم التحديات. فإذا مثل ما حكينا المجتمع الإسرائيلي يعاني من تصدعات عديدة. دولة إسرائيل ترى بهذه التصدعات خطرا يهدد الاستقرار داخل المجتمع بين مكونات المجتمع الإسرائيلي، فلذلك هي تحاول مرارا وتكرارا تطوير أجهزة ووسائل وطرق، إيجاد أجهزة ووسائل وطرق من أجل التخفيف من حدة هاي التصدعات والانتقال من مرحلة الانقسام، مرحلة التصدع، إلى مرحلة الخلافات الشرعية التعددية، الاعتراف بالتنوع، تنوع الفئات داخل المجتمع وحق كل فئة في التعبير عن آرائها. منشاهد هون فيديو لنموذج للتعايش بين العرب واليهود في مدينة حيفا. مدينة حيفا تعتبر نموذجاً للتعايش. السلطات الإسرائيلية تعتقد أن اليهود والعرب يعيشون بانسجام تام في هذه المدينة الواقعة شمال البلاد. وجود هذا المركز الثقافي العربي اليهودي يؤكد ذلك. نتعلم هنا كيفية التخفيف من التوتر مع إيماننا بأنه مهما كان انتماؤك لا يهم، بإمكاننا أن نعيش معاً، وإذا حدث شيء ما لا نلقي اللوم على المجتمع بأكمله وإنما على الشخص المسؤول فقط. تنظم هذه السيدة زيارة نساء عربيات إلى المركز الثقافي، ما يسمح لهن بالتعرف على تاريخ مدينتهن، وذلك بهدف دعم فكرة العيش المشترك. بس في حيفا من قبل 48 كان في حياة مشتركة، وكانوا عايشين عرب ويهود مع بعض، وما زال هذا موجود. رغم أن صورة حيفا إيجابية، إلا أن الحياة اليومية للعرب الإسرائيليين ليست سهلة، فهم يشعرون أنهم مواطنون من الدرجة الثانية في كثير من الأوقات، حتى في هذا الشارع المختلط الذي يضج بالحياة. أغلبية الاستثمارات من المجتمع اليهودي، هناك عنصرية في ذلك، كما أن هناك عنصرية على مستوى البلاد بأسرها عموما، في المدارس الحكومية وفي جميع الميادين. ما يحدث في الواقع هو أن هناك مجموعة من الأشخاص من كلا الطرفين تسعى لفعل شيء ما. يحتل عرب إسرائيل في البرلمان القوة السياسية الثالثة، ولكن يبقى من الصعب جدا عليهم أن يدافعوا عن وجودهم في المشهد السياسي، لأنهم متهمون من قبل اليمين المتطرف بأنهم خونة يسعون إلى تدمير إسرائيل. هذا الفيديو بيعرض لنا الوضع في مدينة حيفا، مدينة حيفا التي تعتبر طبعا مدينة مختلطة، اللي بيعيش فيها اليهود وبيعيش فيها العرب منذ سنوات طويلة. تعتبر ممكن اعتبار او البعض يعتبر مدينة حيفا نموذج للتعايش بين العرب وبين اليهود، لكن مثل ما شفنا بالفيديو بالرغم من هيك بعد في تحديات في هاي المدينة، وممكن انه نلاحظ هناك توترات معينة بين العرب وبين اليهود في احداث او خلال احداث معينة ممكن تصير في الدولة، لكن بشكل عام العرب واليهود بيعيشوا في هاي المدينة بشكل في نوع من التسامح، نوع من القبول، وهيك طبعا بحاولوا من خلال بعض اللقاءات بين العرب وبين اليهود انه يكسروا هاي الحواجز. مهم للتدريب سؤال بيجروت اللي ممكن يجي حول هذا الموضوع، موضوع طرق التعامل مع التصدع او التصدعات في المجتمع الاسرائيلي. اعرض طريقتين ممكنتين لمواجهة التصدع القومي في اسرائيل، فممكن نختار هون اي طريقتين من اللي شرحناهن من خلال الدرس. سياسة التبضيل المصحح هي تعتبر طريقة تربية جميع الأوساط على التسامح والاحترام المتبادل ومنح حقوق الفرد وحقوق الأقلية، ممكن اعتبارها طريقة. اتباع طريقة الانتخابات النسبية المتبعة في إسرائيل أيضا ممكن اعتبارها طريقة. وهيك بنصل لنهاية درسنا، بتمنى تكونوا استفدتوا، وإن شاء الله إن نشوف
مجتمعنا بأحسن الحالات. إلى اللقاء.